دكتور علي دلوقتي أم سوزان ربنا يربط على قلبها يا رب. تعرضت آمين يا رب. لهذا المصاب الفادح بشكل متتالي، الأب الأم الزوج، ولكن في 8 شهور دلوقتي بقت عندها قلق، عندها وسواس، يعني بدأت تقرب إلى الله سبحانه وتعالى، بتصلي تعبده، عندها بنتها، بس خايفة، بتخاف، بتقول بخاف حتى أنام، تعمل إيه؟ ولا تعمل حاجة، تتوكل على الله سبحانه وتعالى وتترك الأمر لله. الحق تبارك وتعالى هو الذي خلق الموت والحياة، والحق تبارك وتعالى عنده كل شيء بمقدار. أحيانا خوفنا من الشيء بيعيشنا في مضرة هذا الشيء بغير أن يحدث، يعني في النتائج قبل أن يحدث قبل الشيء، أن يحدث يعني أن تعيش النتيجة دون أن يحدث الأمر. يعني مثلا طالب يخاف من الرسوب، يفضل عايش بعقلية الراسب ويضيع على نفسه فرص كتير جدا، وبعقلية الفشل وهو مش فاشل، والفشل مش هيتحقق وهو بعده ولا لم حاجة، يدخل الامتحان، ومفيش حاجة، لغاية لما يجي في الامتحان يبقى فعلا ما ذاكرش ويفشل فعلا. ليه؟ لأنه عاش بعقلية الفشل، عقلية الخوف والهلع من الرسوب، يوم يرسب بالفعل. فهي دلوقتي عايشة كأنها ميتة لأنها عايشة خايفة، والخوف الشديد ده معيشها حالة الأموات فعلا، هي كأنها ميتة وهي على قيد الحياة. إنما هي تترك كل هذا وتعيش بالأمل، وتعيش علشان تربي بنتها وتعيش، لأن ربنا سبحانه وتعالى ما يعني كتب لها أنها ما زالت حتى الآن على قيد الحياة، تعيش وتبتهج وتنظر إلى الدنيا بعين الأمل، وتربي بنتها كويس، وتدعو بالرحمة والمغفرة لزوجها والأبوها والأمها، وتصرف عنها كل هذه الهواجس، وبعدين تعتقد أنه حتى لو توفيت فهذه البنت لن تضيع، لأنها في كنف في الله سبحانه وتعالى. وليخشى الذين لو تركوا من خلفهم ذريات ضعافا خافوا عليهم فليتقوا الله وليقولوا قولا سديدا. وعلى هذا تعبد ربنا، تصلي، تصوم، تدعي ربنا كتير أن ربنا سبحانه وتعالى يحفظ بنتها من كل سوء، وأن ربنا سبحانه وتعالى يعطيها العمر عشان تربي بنتها كويس. وبعدين حتى لو كتب الحق تبارك وتعالى عليها الموت فبنتها في كنف الله سبحانه وتعالى، فلا تخشى إلا الله. طيب.